سميت فينيسيا مصر، جمعت القوارب والصيادين والسمك، لكن التلوث البيئي قتلها. الماكس. حكايات مع أكرم خزان، غدا الساعة 9:30 مساء بتوقيت غرينتش. أهلا بكم من جديد. ضيق شرايين القلب أو انسدادها مشكلة صحية ذات تداعيات خطيرة، ولكن علاجها بات أكثر يسرا بفضل تقنية جديدة تطبق لأول مرة في الإمارات والشرق الأوسط. التقنية التي تعتمد على زراعة دعامات خاصة قابلة للامتصاص تصنف باعتبارها الثورة الرابعة في علاج الشرايين بعد ثورات أطبية سابقة والتي اعتمدت على القسطرة والدعامات المعدنية. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقرير الزميل أيهم القاسم. ثورة تقنية في عالم الطب وبالتحديد في مجال أمراض القلب، هي الثورة الرابعة أو الجيل الرابع من تقنيات علاج انسداد الشرايين التاجية التي كانت القسطرة أو الدعامات المعدنية قوامها في الماضي. اليوم ترى تقنية الأبزورب النور لأول مرة في مدينة دبي وفي الشرق الأوسط، وهي التقنية التي تعتمد على الدعامات البلاستيكية القابلة للامتصاص. الثورة الأولى كانت فتح الشرايين عن طريق القسطرة بالبالون فقط، بس نسبة أنه يرجع الشريان ينسد فوق 50%. فالثورة الثانية بدأت بالشبكة المعدنية، باختراع الشبكة المعدنية. الثورة الثالثة كانت بالشبكة المعدنية المطلية بالأدوية، واليوم إحنا أمام حدث مهم اللي هو الثورة الرابعة في علم القسطرة اللي هي تقنية الأبزورب. هذا المريض هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي تجرى له أول عملية لغرز دعامة أبزورب. العملية التي أجريت في مركز القلب بمستشفى دبي على يد الدكتور طالب خير الله والدكتور فهد بصلي استغرقت حوالي 20 دقيقة، ظل خلالها المريض واعياً بما يجري حوله دون تخدير. أنت رقم واحد في الشرق الأوسط. بعد تحللها هذه تعتبر ميزة، لأن تبدأ هي بعد فتح الشريان تركيبها الدعامة خلال 3 شهور الأولى الدعامة تكون متماسكة، بعد كذا الأربطة اللي بين الدعامة نفسها تبدأ بالتحلل ويرجع الشريان إلى حركته الطبيعية وليس مقيدا بشبكة معدنية. وعلى الرغم من أن طريقة غرس الدعامة القابلة للامتصاص مشابهة لسابقاتها، إلا أن ما يميزها مقارنة بالدعامات المعدنية هو أنها تذوب خلال فترة 2 متحولة إلى غاز وماء دون أضرار جانبية، لتترك الشريان التاجي خالياً من أي أجسام غريبة، وهذا يمكن الشريان من التمدد بحيث يسمح للدم بالانسياب مقارنة بالدعامة المعدنية الدائمة التي تظل داخل الشريان معيقة لحركته، وهو ما يفتح أبواب الأمل لملايين المرضى بانسداد الشرايين حول العالم. أيهم القاسم، اليوم على الحرة. وحول الثورة الرابعة في مجال علاج انسداد الشرايين معنا دكتور فكري الديب استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية في مستشفى زليخة بدبي. أهلا بك سيدي معنا في اليوم على الحرة. وبداية، لماذا تصنف تقنية أبزورب كثورة في مجال علاج انسداد الشرايين التاجية؟ شكرا على استضافتكم. الحقيقة عشان أجاوب على السؤال ده لازم أرجع شوية لورا. عملية توسيع الشرايين التاجية بدايتها من حوالي 30 سنة بدأت التقنية دي. هي كنا من الأول بنعمل توسيع للشرايين بالبالون فقط. كانت مشكلة توسيع بالبالون فقط إن نسبة رجوع الضيق في الشرايين كانت عالية قوي، كانت بتصل إلى 30% أو 40%، وكانت المضاعفات كثيرة، لأن لو الشريان لا قدر الله حصل فيه جرح أو كده بيبقى الحلول هنا قليلة. جات التقنية بتاعت الدعامة المعدنية علشان تحل المشكلة ده. فأول ما طلعت دعامة معدنية، طلعت دعامة معدنية عادية اللي هي تقدر إن هي لو كان في أي قطع في الشريان أو أي جرح في الشريان تقدر إن هي تبعده عن مجرى الدم بحيث إن يستمر تدفق الدم بصورة طبيعية،
ودي نجحت اول جنريشن نجحت انها تقلل رجوع الضيق مره ثانيه تقريبا النص يعني 25%. لكن برضو احنا ما كناش راضيين عن الموضوع ده وكنا عايزين ان احنا نطور الموضوع اكتر، فابتدت تطلع الدعامات اللي هي اشتهرت بانها الدعامات الذكيه او الدعامات اللي عليها الدواء يطلع الدواء من الدعامه فيمنع رجوع الضيق دوت. ودي كان الجيل الجديد طلع نجح في تقليل نسبه رجوع الضيق بالدعامه الاولانيه تقريبا 50%، يعني النسبه بقت 10% او 12%. وبعدين طلع جيل جديد بعد كده نفس الدواء دوت بيبقى موجود بطريقه بحيث انه ما يبقاش موجود باستمرار الماده اللي بيلتصق فيها الدواء اللي هي كانت لها اثار جانبيه، فطلع جيل جديد قل نسبه الضيق ده بنسبه كبيره قد تكون منعدمه 5% ل 10%. طيب. ولكن يبقى ان الشريان في جسم غريب اللي هي الدعامه المعدنيه. تمام. طيب دكتور فكري، يعني من المعروف ان الاصابه بامراض القلب والشرايين في الامارات بتبدا في سن مبكره جدا، يعني الى اي مدى بيفتح او تفتح هذه التقنيه الجديده باب من الامل لشفاء المرضى من صغار السن؟ لا، هو احنا لما بنتكلم على الشفاء من صغار السن دي قصه ثانيه، احنا بنتكلم هنا على الناس اللي هم المرض فيهم متقدم ووصل لدرجه ان يبقى في ضيق في انسداد الشريان فبيحتاج علاج نفتح الشريان دوت ونرجع تلصق الدم مره ثانيه. اما بقى نعالج الشباب ازاي او نمنع ده، نتكلم على الوقايه بقى ازاي ان احنا نمنع ان شباب صغير يصاب بامراض القلب، لان امراض الشريان القلب دي المفروض انها مش امراض الناس الصغيره. بالظبط. نسبه نجاح التقنيه دي يا دكتور قد ايه؟ نسبه نجاحها فوق ال 90%، اكتر من 95%. دكتور طالب ودكتور فهد طبعا من الناس اللي استخدموا التقنيه الحديثه دي لاول مره، ومستشفى راشد ومستشفى دبي من دايما يعني رواد وعندهم اطباء على اعلى واكفأ مستوى، ودي يعني من الحاجات الجميله الحقيقه ان دبي دايما سباقه في كل شيء. يعني الدعامه دي عشان اكمل كلامي، الجميل فيها ان ده كان حلم حقيقه، يعني ان ازاي الدعامه المعدنيه دي تختفي. يعني الدعامه المعدنيه دي الاول كانت بتبقى بصوره دائمه مدى الحياه موجوده جوه الشريان، فالشريان هنا صحيح هو مفتوح وبيؤدي الوظيفه لكن هو متكتف، ما كناش بنحس ان ده شيء طبيعي ان نحط جسم معدني جوه الشريان. الدعامه دي بتدوب في خلال سنه او سنتين فيعود الشريان حرا مره اخرى، يعني ويكون عالجنا المشكله وادينا المريض فرصه ثانيه ان هو يصلح الاسباب اللي ادت الى دي الشريان. وده اجابه على سؤالك. بتمنى يعني هي دي الاجابه على سؤالك، ان الاسباب التي ادت الى الضيق هو ده العلاج الحقيقي. نتمنى يعني ان تكون يعني دائما هناك ابواب من الامل الاخرى تفتح يعني في المستقبل. اشكرك شكرا جزيلا دكتور فكري الديب استشاري امراض القلب والقسطره القلبيه في مستشفى زريخه بدبي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فاصل اخباري ونواصل بعده فقراتنا، ابقوا معنا. مشاهدينا اهلا بكم الى موجز بالانباء من الحره في واشنطن. اعلنت لجان التنسيق المحليه في سوريا ارتفاع عدد القتلى برصاص قوات الامن اليوم الى 60، معظمهم في ادلب وحمص والاخرون في حماه وريف دمشق وحلب ودرعا. بدورها اشارت سانا الى مقتل عنصر مما وصفتها بقوه حفظ النظام وجرح ثلاثه في انفجار عبوتين في حمص. إلى ذلك أدانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا مقتل الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك والصحفية الأمريكية ماري كولفن إثر سقوط قاذفة هاون على منزل في حي باب عمرو في مدينة حمص. بدورها نفت السلطات السورية علمها بوجود الصحفيين في سوريا ودعت جميع الصحفيين الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية إلى مراجعة مراكز الهجرة لتسوية أوضاعهم القانونية. أفاد مراسلنا في صنعاء بأن موكب وزير الدولة حسن أحمد شرف الدين تعرض للاعتداء من قبل مسلحين يعتقد أنهم تابعون لحزب الإصلاح الإسلامي في منطقة حوث بين محافظتي صعدة وصنعاء، وأخذ المسلحون سيارة